للكابتن ايمن يونس نجم نادي الزمالك السابق ونعرف منه فنيا ايه اسباب خساره الزمالك النهارده. ازيك يا كابتن ايمن؟ ازيك يا كابتن كريم؟ ازي حضرتك كابتن ايمن؟ اولا انت بتقول زعلان ليه ان الاهلاوي بيقول لك انا احنا فرحان عشان احنا كسبنا وانتوا خسرتوا، والزملكاوي بيقول لما بيحصل العكس يا رب الاهلي يتغلب. يعني احنا بقى في حاجه غلط في نفوسنا كلنا في حته كمان الرياضه، يعني بعيدا عن السياسه وبعيدا عن حتى في الرياضه. ما بقاش حد بالفكر اللي انت بتتكلم فيه. كلنا مصريين ويا جماعه ده يكسب وده يخسر ودي رياضه، ما بقتش رياضه عندنا في مصر. يعني الناس نجحوا كتير قوي ان هم وصلوها للتطرف وتعصب والنتيجه اللي انت كابتن الصوت بعيد شويه كابتن ايمن معلش. انا وقفت اهو اساسا كنت سايق وقفت كده كويس. معلش اقف كده على جنب وكلمني من التليفون عشان الصوت بعيد شويه بس عشان نسمعك كويس. فانت بلاش حقيقه الرياضه ان البعد اساسا كله اخلاقي وكله حب وكله مصر هي اللي بتلعب. ده انا شايف بقى الانقسامات في كل حاجه. رياضه، سياسه، دين، كل حاجه فيها انقسامات. يعني انت بتعالج في قربة مقطوعة. ما علينا، نروح لسؤالك. اتفضل. يعني انا قلت من شويه كده ان الزمالك النهارده فكر ان هو يتعادل فخسر وما كانش فيه اي تفكير هجومي. يعني كل اللي كان بيعمله الزمالك النهارده ان هو بيدافع، وحتى التشكيل اللعيبه اللي هم انا كنت معترض ان علي فتحي ورمزي خالد يلعبوا الاثنين في جبهه واحده، ان الاثنين جداد. رمزي خالد ما لعبش خالص، علي فتحي دي اول مباراه، فانت وقفت جبهه كامله لنادي الزمالك ناحيه الشمال وناحيه اليمين كان الراجل موسيماني مدير الفني لسان داونز قافل على شيكابالا كويس، فقفلت الطرفين بالنسبه لنادي الزمالك وحصل زي ما يعني مفيش واحد زي مثلا ايمن حفني في نص الملعب يبقى بلاي ميكر، فالزمالك اتشل هجوميا النهارده. طب انت جايبنا نحلل ليه؟ ما انت حللت كل حاجه صح. ده انا بقول لك انا قلت ايه يعني عشان لو عايز تضيف يعني. ما حدش يضيف كده. اولا الماتش ده ما كانش ماتش كبالة خالص. ماتش انت بتلعب على المرتدات في المساحات، يعني عايز لعيبه سريعه. يعني عايز كان مصطفى فتحي يبتدي المباراه. ماتش عايز تعمل محطه كويسه ولا لعيب بيعمل محطه، ما فيش بلاي ميكر في الملعب. صح. حتى ما ينفعش تقول على شيكابالا بلاي ميكر بيتحط على الخط، ما فيش محطه رئيسيه في حاله التوهان اللي عاش فيها باسم مرسي، في حاله نص ملعب كلهم بيجروا مش فاهمين بيجروا ليه او بيدافعوا ليه، العمليه كانت نخل للتحرك الجماعي في فريق نادي الزمالك. ايوه. مفيش ركائز موجوده في الملعب. بعيدا عن منطقه قلب الدفاع اللي فيها دويدار وعلي جبر واللي هي سببت النهارده في ظل يعني الزمالك عارف يدافع كويس، لكن ظلوا هم في ثغره. اي حد يعني انت لو تشوف دويدار ولا مره قدر يلتحم بشكل فردي مع لعيب معين. ولا مره التحم. ايوه. مدافع سيرد باك الالتحامات كلها علي جبر سواء من فوق حتى على الارض علي جبر كان يعني متحفظ جدا. لكن سيبك من ده كله، حلو قوي ان انت تكون بتسعى وعايز تخطف نقطه. لكن عشان تخطف نقطه لازم تجيب جول. صح ولازم تهاجم. عشان تخطف نقطه هتقدر تلعب على الصفر صفر، عشان تخطف نقطه لازم تعرف تتنقل نص ملعب الخصم. وانت ما عرفتش تتنقل نص ملعب الخصم اتنقل بشكل يعني كاذب جدا عفوا في الكلمه. عشان تكسب نقطه او عشان تهجم او عشان تجيب جول كان لازم يقلب كثافات هجوميه. ده باسم طول الماتش لوحده جوه ال 18 في وسط اثنين وثلاثه من لعيبه سان داونز. يعني شيكابالا بعيد تماما، يعني نو واي تقنعني ان شيكابالا اوكي ماتش الاتحاد قدر يجيب جول. الماتش ده مش بتاعه، كان يقدر يبتدي الشوط الثاني او يخش بعد ما النتيجه تبقى لصالح الزمالك كمان. ايوه. لكن انا شايف ان يعني في ضغوط، الفريق اتعرض لضغوط، اللعيبه الجديده دخلت في وقت انا اعتقد كان غير مناسب، حته ان الزمالك محتاج باك ليفت، طب ازاي تحضر ان انت تدخل الباك ليفت وما تحرقوش؟ حتى لو احسن باك ليفت في مصر. كانت غلط. حتى حته يعني نص الملعب ابراهيم عبد الخالق احمد توفيق برامج الحركه بتاعتهم ما كانش فيها توافق بحيث ان فيها عشوائيه، يعني انا الظروف كلها ما كانتش في صالح محمد حلمي. ايوه. واحنا عايشين، خلي بالك طلعنا ولا نزلنا اي فرقه في مصر، يعني انا شايف ان مجلس اداره الزمالك بيحاول يجيب كل احتياجات الفرقه والاهلي بيجيب كل احتياجات الفرقه، بس عشان تدخل الاحتياجات دي ليها فن يا كريم. طبعا. ما ينفعش تجيب سبع ثمان لعيبه تقدر تنزلهم مره واحده. صح. لان دي في 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 انا اعتقد في ضغوط كتيره قوي على فرقه الزمالك. الاهلي كان موفق قوي النهارده وقدر يلعب مارتن يلعب الماتش كويس جدا ليهم وقدر يكسب ماتش سهل، والوداد بصراحه غير الوداد هنا، فكل ده ساعد قوي مارتن يون. لكن خلينا نقول ان الزمالك كان فعلا قادر ان يحصل نقطه، لكن انا اعتقد
كل حاجه انت قلتها ببعض الاضافات اللي انا قلتها هو ده السبب في هزيمه نادي الزمالك. كابتن ايمن، عرفت بالتغييرات اللي حصلت الجديده؟ انا سمعت ان محمد حلمي قدم استقالته. قدم استقالته المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، بيقول انا قبلنا الاستقاله وفي دلوقتي مفاوضات مع اتنين مدربين، جورج ليكنز البلجيكي اللي كان ماسك تونس قبل كده، وفي واحد اسمه انزو تروسيرو. اعتقد تروسيرو ده اللي هو ارجنتيني اعتقد. بص يعني خلاص محمد حلمي واضح ان انتهت علاقته، الهزيمه بالنسبه له انتهت علاقته بنادي الزمالك. وهو حتى المستشار مرتضى صرح قال ان وارد مدرب اجنبي ويستمر محمد حلمي. يعني ده كان وارد في المخططات القادمه. لكن اللي هو بقى نادي الزمالك هو اللي احنا عايزين نقوله، هزيمه مش معناها انهيار، ان مفيش مشكله خالص ان انهيار بتاخد منها الثلاث نقاط. بالظبط. يعني مش عايزين نزود في احساس الهزيمه ولا في احساس الفشل ولا في احساس ان ده كسب وده اتغلب، لا 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 لا، هزيمه مباراه. لكن انا اعتقد ان نادي الزمالك قادر على انه يعبر عن يوم بكل سهوله، وانا كنت اتمنى محمد حلمي يقدر يكمل، لكن اذا كان ده اختياره وده الموقف. لكن اعتقد الامور كلها متوتره جدا، والزمالك ما يستحملش اي حاجه مع انيمبا. يعني ما فيش لعب، الزمالك لو لعب صح هيكسب الثلاث نقاط، فريق انيمبا اقل شويه من سان داونز، رغم ان اسم انيمبا اكثر كتير قوي من سان داونز. فرص الزمالك قائمه بشكل كبير قوي انه يحسم كل حاجه. بالظبط. اتمنى الهدوء لنادي الزمالك، سرعه الهدوء، سرعه اختيار المدير الفني، ده كمان مهم قوي. يعني ان انت تعلن المدير الفني بشكل فوري. هو الكلام اللي بيتقال ان كابتن محمد صلاح هيستمر مع المدير الفني الجديد، هيتم يعني تغيير مكان كابتن جمال عبد الحميد، بدل ما يكون مدير كوره ممكن يمسك حاجه في الناشئين، وهيبقى في مدرب اجنبي، ويكون معاه كابتن محمد صلاح مدرب عام، ومعاه كابتن اسماعيل يوسف مدير كوره. والله يعني انا طبعا يعني انت كنت محمد حلمي هيمشي، انا اعتقد الجهاز الفني لازم تحتفظ ان هم اللي عندهم المعلومات لاي مدير فني اجنبي، مش هيجي يتخبط في اختياره للعيبه او يتفرج على اللعيبه من اول وجديد. خلينا نكون واقعيين، اي مدير فني مش متابع الزمالك بالاسماء اللي انت قلتها. يعني ممكن يتفرج على بدايه ماتشات، ممكن يتفرج على ماتش ماتشين، لكن علشان يتاقلم فنيا ويتاقلم مع الفرقه في الوقت ده خطر جدا، لان انت هتلاعب انيمبا وعندك مباريات فاصله في كاس مصر كلها، هيبقى المدير الفني الاجنبي متحمل كامل المسؤوليه، ده عايز على الاقل. لا، عقبال ما يجي المدير الفني مش هيلحق الماتش يوم الاربعاء اللي جاي فيه الزمالك والاسماعيلي في الدور قبل النهائي. يعني اعتقد اللي هيقود الزمالك كابتن محمد صلاح. بالظبط. لكن نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ولازم نفهم ان هم لازم يعدوا الهزيمه دي بسرعه، لان هو ماتش انيمبا سهل ان نادي الزمالك يقدر يوصل من خلاله للمراحل النهائيه، وسهل قوي الزمالك انه يحقق البطوله، يقدر يلعب على البطوله. والاهلي النهارده اعتقد ثلاث نقاط اعادوا دي الحياه للمجموعه بتاعته. فبرضه الاهلي اللي بيفكر دلوقتي يلعب على البطوله وعنده ماتشات، مقبول ان يقدر الاهلي بعد ماتش النهارده اعتقد هيكون عندهم بعد ثاني او احساس ثاني ان هم يقدروا يوصلوا. كل التوفيق يا رب للفريقين، للزمالك والاهلي، وان هم يشرفوا مصر. ان شاء الله. بشكرك كابتن ايمن يونس، طبعا نجم نادي الزمالك ومصر السابق. خلينا نروح